إطار احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بالعيد 57 لإنشائها، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية حول تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في جهود التنمية. وفي كلمته التي ألقاها في الندوة، أكد اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن مصر عازمة على ترسيخ شعار متحدون على مكافحة الفساد، وذلك من خلال إرادة حقيقية من الدولة المصرية وقيادتها السياسية لإرساء قواعد النزاهة وقيم الشفافية. مجرد ما سيادة الرئيس أطلق الحقيقة هذه الشرارة من هنا من نفس المكان ده، وأنا بتشرف إن أنا واقف في نفس المكان. الناس دي على درجة كبيرة جدا من النزاهة والشرف. أنا متأكد إن ده هيسري في باقي القطاعات قطاعات الدولة. مفيش مجاملة، مفيش محسوبية. وألقى اللواء حسن عبد الشافي أحمد الضوء على التزام الدولة المصرية بالاستثمار في مشروعات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وأثر ذلك على مكافحة الفساد الإداري. إحنا حاليا الحمد لله لسه أيام بسيطة أنشأنا مركز متكامل للذكاء الاصطناعي، هو بقى بيقوم بالباقي، بحيث إن إحنا نعمل حاجة اسمها جودة البيانات، عشان لما نطلع بيانات معينة المتخذ القرار يقدر يتخذ قرار سليم على بيانات حقيقية وليست مغلوطة. وشارك في الندوة أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤساء وممثلي الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية وعددا من الشخصيات العامة. واختتمت الندوة التثقيفية فعاليتها بالتركيز على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في حماية إنجازات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ودعم العمل بالمشروعات القومية العملاقة للانطلاق بمصر إلى آفاق الجمهورية الجديدة. وأتمنى أن تتعاقب مثل هذه الفعاليات المثمرة بتعزيز التعاون والتواصل بيننا كواجب وطني، قبل أن يكون التزاماً دستورياً في سبيل رفعة وطننا العزيز. We'll be right back.